السلام عليكم بنات، كيرا بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، امور هانية صحيحة لاباس ان شاء الله، تكونوا على خير وبخير ومرتاحين. شوفوا انا خارجه نتوما باللبسه ديال الدار، داك اللبسات اللي كنلبسهم في الدار، لبست مع موت جاكيطه مع كاين البرد، لانه ما غنزلش من الطوموبيل، غنبقى في الطوموبيل. بلا شحال ضحكوا لي في الكومنتات، قالك انت مغربيش ما مشاتش منك، ملي مشيتي للسبيطار مشيتي بالبيجامه والبلغه. وين نعاود لكم القصه ديال البلغات موتها والضحك. دابا انا البيجامه راه البنات ماشي انا مشيت باش نمشي بالبيجامه، لا راه يموت الكحل، ما تيبقى الناس راه اللي مجربين هادشي اللي غيعرف، راه ما تيبقاش عندك العقل فين تبدلي ولا تشوفي المظهر ديالك ولا ترى عشرة مشيت مشعكة مع شعري، كنت غير جامعة بحال هكا ما بقيتش كنتب في راسي، وداك الشيء تولي ديرها بحال هكا، بقى كيبان ليا لا مظهر لا انا لا جمال، وليت كنشوف في راسي خصني غنبرا، بقيت بالك غنموت، ما كيبقى يبان لك حتى شي حاجة، لا كحولك مشتات ولا مالي واش هنايا عندي هادي ولا بقى يبالك والو. داكشي علاش خرجت بيجامة والبلغة هاديك هي اللبسة اللي كنت لابسها في الدار، هي باش مشيت بها فقط. هذا قال لي معاك الجاكيطة، معاك حتى ترعد، حتى هي الجاكيطة على ظهري وباش زدنا. ايوا هذا ما كان البنات، قال لي توماني بزن، بزن وما الحوالة، قال لي توماني بزن بالكردية، قال لي كاينين الحوالة بزاف هنايا، كاينة الطبيعة الخضراء، كاينين الحوالة، بغيت نوريكم كاينين الحوالة. داكشي علاش ايوا قلت لكم هذا ما كان البنات. دابا خارجين انتم الشوشات ديال لوطوروت، غادي غادي باش نجيب واحد الباراسول، واحد السيدة كتبيعهم، وحلفنا واخا بعيد الحال، حلفنا ما نبقاوش ناخذ شي حاجه ونشري، واخا تكون بنادم تيبان لك الملاك المنزل من الجنه من وجهه، شفتي المظهر اختي ما بقاش، ما يشكش في المظهر والله، يعني بعد مرات تنتغرو تشوفي المظهر ولا كتقولي دابا باينه فيه وجهه هادي. Use the left lane to take the exit onto the A689 towards the A1M. ايوا هذا مكان البنات، كنوجدوا للطبيله وداك الشيء ديال الجريده، راكم عارفين كنبغيو نقصو بعض المرات في الطبيلات، حتى هذا واخا كنبغيو نقصو في الارض، ولكن الطبله راه عندها الجو ديالها خاص عاوتاني. الله شوفوا على البنات على رون بوان كيفاش دايره، شوفوا هذه راه رون بوان، هذه شوفوا على منظر تبارك الله ما شاء الله، شي واعر الصراحه. شوفوا انتم منظر رائع جدا، واو فن الشغل رمبو البنات كل ربح. انا البنات بلا ما شعرنا لقينا راسنا في العروبية، شوف العروبية كي داير، ويلي 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 ناري ناري ويلي ويلي سي خطيرة شنو دانجرس عرفتي هاد الطريقة ديال البنات كدي وكتجيب، تخيلوا معايا ما تبقاش غادي الوسطى صاحبي يجي شي واحد حماق يشركنا. ناري داك سلو 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 ناري ناري ها انتم البنات، شوف شوف مناظر خلابه، شوف شو البنات اش قلت لكم، شوفوا الطريق هي واو كيف واو دي كيف البختيار انا جاي على قبل المنظر، جاي على قبل الباراسول، ولكن تبارك الله على منظر كدير، يا سلام very very nice. شتو البنات العربية ديالهم كديرة عندهم كثير شبعان نشجر، ولكن الطريق خطيرة، طريق خطيرة خصك تحلي راسك الشريف. هي ديالك كاين الديور ديالهم تبارك الله عرفتي كبار فيري فيري نايس، عرفتي كتحسي بالقلب ديالك تيتفتح. قلت والو نوريكم حتى نتوما تمتعوا معنا بالمناظر،
سير انت غاب 10 10 فقط. شوفوا البنات الطريق كي دايره شحال مضيق. عرفتي واحد جاي كيجري حفظنا الله السيد غادي ليا ماراطون بشويه اخويا الله يعطيك الصحه بشويه راه مازال باغا نعيش. Turn left onto the A179. عرفتي دابا الناس هادو ديال الفيلاج راه حافظين الطريق ديالهم عرفتي كيفاش تيمشيو. المهم البنات باختي راه هو وصل واش غادي تبقى على السيده ها السيد تاخدا معاه عنده مخلص حيت قال لكم شنو فاش الصغير دابا علاش بان لي صغير حيت كيكون فيه حديده سيباري. البنات علاش جينا عند هاد المراه وخديناه عندها جوج شارياهم غير حلاتهم حلات لهم البواطه ديالتهم واستعملاتهم مره واحده يعني شي حاجه اللي زوينه يعني مثلا هما شنو بنتي يا بحال تقولوا 1000 درهم وهذا بشحال خديناه بحال تقولوا 300 درهم يعني مزيانه حلاته غير مره واحده وجديد وراته ليه نقي بقي هكا حتى للدار ونوري لكم باقي من الكارطونه ديال الشهر. المهم البنات واحد المنطقه اخرى دابا راه جينا لها على وديت الاساس هذا هو المهم يعني لما خديناش هذه راه بحال ما درنا والو. الاساس كيكون واحد الحجر واحد الحجره الا عرفتوها كيديروها في باراسول باش كيتبتوا بها باراسول. جينا لواحد المنطقه اخرى بعيده على المنطقه اللي كنا فيها تقريبا واحد ربع ساعه وصلنا. دابا وصلنا البنات الى البيت الثاني باش يمشي يجيب داك اللعيبه. انتم البنات شفتوا هذه يلي جبنا من السيد هادشي اللي راه ثقيله صافي الحمد لله بغيتي رصقات ماركه مزيانه ماشي كي السوق هذه هادي مزيانه بغيتيها يا شوف البنات الفرق ما بلات شو الطبلة كي ولات براند نيو بحال عمرها ما تستعملها. شوف الرشاشة ساهلة طلعت لي ساهلة خدها من وي الكل. هنايا غيبان لكم هاد ليطاج هادو حيتاش لداخل هنا كان كيبان الصدى داك الحديد من هنايا كان كيبان مصدي يعني الدخلاني ديال هنايا من هاد الجهة هادي فقالي تا تنشف عرفت ندير لها الدوليو الدجاجة راه دغيا كتمسح ساهل. الراسول اللي خدينا شو البنات راه جديد هانتوما كيفاش داير يعني لو كان قديم حيت ملي كتكون الشمس راه كيدباغ كيف كتبت لي كولور ديالو. هانتوما شو جديد قالت لنا راه استعملاتو غير مره وفعلا هانتوما باقي بالتيكيته ديالو باقي مزيان وبكارطونه وبلاستيكه ديالو كلشي. ايوا هذا مكان البنات تيكون سخون الحال بغينا نجلسو ولكن اختي الشميس شوفو هربنا لهيه جلسنا تما صايبت العصير وجلسنا تما ولكن اختي الشمس غادي كتنقص ولا البرد. اهلا البنات اهلا نمشي نتفرج التلفازه. المهم حبيباتي قبيله خرجت تمشيت عرفتي ضرب الطريق منعاودش لكم الطريق الطريق عرفتي بقيت غادا 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 ديت معايا غير فارين مع بختي كاين في الدار ضربت واحد الطريق ما نقولش لكم مزيان. ايوا صافي رجعت للدار لالا دابا كنصايب بطاطا كنسلقها للدراري ندير لهم معاها الفرماج صافي ومن بعد غادي نوجد كبيده البنات كبيده الدجاج قالوا لي هي مزيانه هي مزيانه للدم اللي ضاعوا هذا. ايوا هذا ما كان البنات عشي ضربت واحد الطريق ما نقولش لكم بقيت غادا 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 والماء الماء الماء وغادا 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 غادا ماشي في الزنقه غير عادي مشيت للسونتر بقيت كندور ندور ندخل المحلات وداكشي باش كنلاهي الوقت باش ما نحسش براسي كنتمشى شي شحال لقيت راسي ضربت ديال الطريق عرفتي رجعت ليا هذيك مقاده. اش كدير؟ نلعب الجو البنات غزال على ما نسيناش يا ما كانش بحال هكا راه كان العجاج دابا راه كيتغير شويه العجاج شويه البرد شويه البنات غنقاد هادشي وانتم معايا. ايوا هنا البنات غادي نوجد الطبيله ونحطها هنا بحال تقولوا حنا في هاد البلاد هادي بحال غير كنشموا ريحه الشمس يا شوفوا انتم غادي انا نتقاد معاه وتسهر تشوفوا في الاخر فين غتوصل لانه الجو غير مستقر حاليا سبحان الله. هذا العام كنحس به ما كايناش داك الشمس الحاره بحال داك العام بدات بكري
وكان الصهد ابتداء من شهر 5 كان سخن الحال مزيان. هذا العام خوكك جاني ما كايناش واحد الشمس حاره بزاف وهذا. اما الصراحه كيجيني صعيب دوزي الصيف هنايا في هذه البلاد هذه، ما انا بعدا ما نقدرش الا للضروره القصوى، اما باش ندوز فيه الصيف كيجيني صعيب. زوين في البرد، البرد كتحسي بالاجواء كما كاين كما ينبغي، البرد والثلج الجو زوين، ولكن زعما الجو ديال داك الفصل. اما في الصيف الجو كيغفلك، عرفتي تلقاي الشمس حاره وبنادم تبرونزا وحمار وتزنق شي شويه كيبان لك القضيه تبدلات عاوتاني. ايوا هنا البنات داكشي باقي مزيانين، داك اللعيبات اللي تيتحطوا على الكراسه جبدهم ليا باختيار من بيت الخزين. انا بيت الخزين مابقاش نقرب ليه، مع فيه لي كود بزاف والقفوله والروينه الكحله، فين ما تتكون شي حاجه تنقول باختيار هو اللي جبدها. لانه لي كود وهذه مابقاش كنبقاش عاقل عليهم، يلا نجبد مع مقيده ومفرقه. هذا راه كنا مخبيينهم هاد الغسيل، هاد راكم عارفين يلقاو في الشمس كيوليو حالتهم. دابا باقي لنا بحال يلاه مشريين. بالنسبه للبنات داك الدواء ديال الضعف اللي كنت نشربو كيتطلب منك انك خصك تحركي، يعني راه كاتبينها لك فيه انه خصك الحركه. يعني كنت نشرب منه جوج في النهار، حيت البنات كيصحاب لهم غير تشربيه صافي وغيضعفك هكاك، لا كيضعفك بواحد الطريقه اللي طبيعيه، يعني بحال تقولوا غتحرقي 50 كالوري كتحرقي 80 90 وغادا القضيه على حسب انت المجهود اللي درتيه، ماشي غتشربيه وتعطيها للناس، حيت هو ماشي في الصالح ديالك، كاتبينها انه ماشي في الصالح ديالك تشربيه وتعطيها للناس، خصك تحركي سوا بلا مارش سوا البلايص اللي انت بغيتيهم يتعافوا، سوا الكرش تخدميها مزيان تطيحي داكشي كتختصري الوقت وغادا القضيه. ايوا هذا ما كان البنات ارين زعما راه تيعاونها تيبكي كيقول لي خليني نعاونك خليني نعاونك. ايوا هذا هو اللي كاين البنات. ايوا البنات ما بغيت نقول لكم ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، راه خليته لكم في البدايه ديال الفيديو. وهنايا عرفتي قتلني باختيار الضحى، شي شحال وانا مضاربه معاه ما بغاش الباراز ما بغاش يتحل. شوفوا غير كيفاش دار، زعما من بقيت واحله مع واحله ما قال لي واش هذا هو حلتي مع، شوفوا كيفاش غيدير بيديه هادي قتلني بالضحك. انا البنات شوف شوف كيفاش والطبله شوفي ولات كتبان لامعه، وخلوا نجم مديكالي واخا واخا فيها الناس، خلو جام ديكاري فيه ماشي مشكل، جمع الباراسول نيت صافي هنا عطيتهم ياكلو واخا عليك واخا يامي. درت لهم بطاطا مع الفرماج. ويلي 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 كيفاش ديري با نحط لك مزيانك اشنا هادي كول يلا بصحتك هم هم. دابا البنات الصراحه باقي الجو ماشي داك الجو ديال تجلسي هنايا وتحطي باقي ماشي ديالها، ولكن احسن من والو. ها ليش فاني خاصك تكون بلا صحتك كتكوني تمشي حق ديال ولدي هذاك. دابا ما كاين البنات والله الا كان غير تمشيو للمغرب صراحه توحشنا المغرب، داك الجو ديال الشمس كتبقى الشمس منضبطه هنايا الصراحه الجو كيغدر، كتبقى الشمس البرد الشمس البرد الشمس البرد. المهم حبيباتي شوفوا شوفوا المهم على حبيباتي الكبيده الكبيده ديال الحبيبه الكبيده ديال الدجاج صافي. هنايا تيريزا وهذاك انا هذيك اخر مره صاحبتي الكرديه بصيباته في الدار ترشيات كيديروا فيه داك الخضره، انا صراحه ما كيعجبنيش كيجيني محمط مع مخلل وداكشي دايرين فيه الخل الخضره الشفلور و خيزو بزاف الحوايج. ايوا دابا عشان البنات البارح البنات ما كملتش لكم الفيديو راكم عارفين معايا الله يلا هادي دير هادي دير هادي حتى كتلقاي راسك وصلتي للكاو. البنات بغيت غير نجاوبكم على واحد التساؤل اللي تخيلوا معايا فاش درت المونتاج بقى لي في بالي كنقول شي حاجه نسيتها لكم شي حاجه ما دويتش عليها. بالنسبه للختانه ديال ارين البنات كيقولوا لي اسيا ملي تمشي فرصه ملي تمشي المغرب هذه المره ختي ارين ديري لي شي حفله ديري لي ختانه ديري لي هادي ديري لي هادي. بصراحه البنات ارين راه مختن قلت امتى قبل ما تكون عندي قناه، وكان ديك الساعه الله عنده جوج سيمانات من ابتداء من الولاده ديالو منين تزاد كانت عنده جوج سيمانات ختنا ليه صراحه الراحه التامه تهنيت. علاش راح عليه وراح عليا
لانه ولد وليدات ملي تيكونوا عاقلين بحال كتلقاي عنده عامين 3 سنين 4 سنين راه مسكين كيعقل مزيان كيحس راه يكبر يقول لك راه تعقلت داك النهار ملي شدوا المقص وداروا ليا وداروا ليا فشهر يعني جوج سيمانات راه ما عقل على حتى شي حاجه ابدا 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 دابا تسولي تقول لي هذه يقول لك اه كوي كوي قلت ما بغيتش نسمع هادشي كتخربقي عليا فكانت عنده جوج سيمانات وباختيار صراحه اللي اقترح عليا انا قلت دايره في بالي بحال الناس اللي كيختنوا ولادهم على عامين قلت على الاقل 3 سنين ونختش ليه ولكن صراحه باختيار قال لي اسيه قال لي سمعي ليا راه من الاحسن من الاحسن جوج سيمانات غتكون مزيانه ودخلت مع فاش ختنوا داكشي دخلت مع انا وباختيار صراحه واخا كيقلبك شي يعني واخا قلبك كيدير هكا كتحسي به قاصح القضيه لانه باقي صغير وراه كيغوت داك داك الغوته مجهده عرفتي ديال التربيه ولكن كيقول لك تكبر وتنسى دابا راه سولو راه كبر ونسى ما بقاش عاقل واللي زوين انني احتفظت بواحد اللعيبه هنايا طريقه الختانه شويه مختلفه فاش كيختنوهم كيديروا لهم في داك البلاصه ديال داك اللحم اللي قطعوه كي داك البلاصه ديال اللحمه كيديروا لهم في بلاصتها واحد واحد بحال ما نقولش لكم فيتشا ولكن غنقول لكم بحال واحد الكرو ولكن ديال بلاستيك يعني طبي ديال بلاستيك كيديروه لهم في داك البلاصه ديال بيبي وكيخليوه حتى كيبرى كيطيح راسو يعني كيبقى حتى كيطيح راسو فداكشي اللي كان عند ارين عشي مسكين كنحس براسي عشي مزير قلبي بحال داك البوشونه كاينه تما وانا قلبي مزير عشي حتى طاح باش ارتاحيت وباقي محتفظ لي بها حتى يكبر ان شاء الله ويشوفها باش يتفكر النهار اللي تختن فيه باش لا قلت ليها بديت كنعاود ليه داك الشيء يشوف داك داك البوشونه هذا ما كان البنات وبالنسبه للحفله ديال الختانه بصراحه فاش قلت لكم كانت عنده جوج سليمانات جمعت ليه شي مع شي راكم عارفين بحكم الغربه بحكم يعني الواحد كتكون عندك واحد القضيه ديال ما انت راه ماشي عايشه في المغرب وهنا ما جاتش كديري شي حاجه كتجي شويه ناقصه وديك الساعه لا ديك الساعه ولا دابا ما كاينش الحباب وداك الشيء كثير والروينه كحلا والعائله وداك الشيء يعني داك الشيء كيجي ناقص فاي حاجه كتجي بحلاوتها في المغرب كتجي طوب بحال الاحتفالات وداك الشيء كيجيو في المغرب اختي كتحسي بداك الجو ديال الهيلاله وداك الزغاري والروينه الكحلا فاش بغيت نقول لكم قلت لكم فاش مشيت الاول في الاول جوج سيمانات الاولانيين ضروري نهضر لكم على الموضوع لانني الصراحه وقيله عمرني ما دويت لكم عليه قلت جوج سيمانات الاولانيين قلت لكم جوج سيمانات الاولانيين فاش تزاد موراها كنت مضطره انني ننتظر ندير ليه الجلبه كنت مضطره انني ننتظر ندير الارين الجلبه فتسنيت حتى درت ليه الجلبه ديال شهرين راكم عارفين درتها ليه اليوم بعد الغد لي كان عندي السفر واخا زادوا قدموها ليا غير شويه بواحد الايام قالت لي 4 ايام 5 ايام ماشي مشكل زعما نقدموها لك زعما قبل من الوقت ديالها ماشي بحال ملي كيدير الواحد مده طويله شهر داكشي ماشي في الصالح ديال البيبي فدرت ليه الجلبه وزدت في حالاتي ودرنا واحد الاحتفال ذبحنا كما عارفين درنا داكشي ديال السنه ذبحنا وداكشي وفي نفس الوقت كان يعني حاضرين العائله كيلقانا ديك الساعه لا والو حاضر العائله القرباء اما بالنسبه في الخاطر ديالي بازال ان شاء الله بغيت ندير شي حفله ولكن باقي ما عرفتش امتى كنقول من الاحسن تتكبر ارين يعني بحال كيبقى لهم سوفينير ويكون فيهم تصاور تعرضي على الناس العزاز يكون فيها تصاورات يكون فيها يبقى لهم حتى هما سوفينير كنتسنى ان شاء الله كنقول من الاحسن تكون فارين شويه شاده في راسها باش ديك الساعه الا درتي شي حاجه كتكون زوينه يعني الدريه جالسه بعقلها يعني كتكون جالسه وحتى قاديتي ليها ودرتي لها التاج وداكشي كتحسي بها جالسه ومنضبطه ماشي انت كتجلس جالسه تجي تهضر على هكا وهي كتبها عجبها حالها وكتحيد انا الدريه عندي ما كيشحملش داكشي في شعرها قلت لها واقيلا انت كنتي غتخرجي دريك ما كتحملش ديري لها شي حاجه في شعرها في ليلات ولا الباندات انا في الدار كنبغي ماشي شعرها طوال كنمشط لها وكندير لها باندا كدير لدرجه ما بقاش كنبغي نجمع لها شعرها حيت كتنتف شعرها عرفتي كتنتفو ما كتعقلش على راسها كتبكي وتحيد في الزنقه كتلاها واخا هكا الطاقيه ما تديرهاش الطاقيه راه البرد 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 عرفتي في تركيا الدريه تقول لي اسي ويلي تشد الدريه ما ديرهاش لها الطاقيه يا والله حتى كتحيدها وكنخاف منها الشيء راه اخيب حاجه الدري يكون داير الطاقيه وشي حاجه في راسو ويحيدها يعني راسو سخن وحيدها اللهم كنقول اللهم محيدها احسن من دير سميتو ديرها له راسها يسخن وتحيدها كندير لها القب راه مازال القب شويه كتصبر عليه اما شي حاجه شاده لها الودنين بحال هكايا وعرفتي ما كتحملهاش
ولا شعرات ديري لا هادو راه كنديرهم لك شويه قرينات هكا بقات جر حتى كتشنتف شعرها. والدراري صغيورين راه تكتاكيت وملائكه يعني باقي صغيورين ماشي مشكل ما تاخذوش داك الامر ديال الدري راه خصو يبقى دايرها غير هو في داك الاحتفال بغيت شي حاجه نكون انا جالسه حتى انايا ناشطه معاهم وفرحانه معاهم وداك الشيء هذا هو اللي كاين ان شاء الله باذن الله. ما عرفتش امتى ولكن نقولوا دائما ان شاء الله باذن الله عطانا غير الصحه والسلامه هذا هو اللي كاين ما راه كلشي يجي بوقته. هذا هو اللي كاين الاجابه بخصوص ديال ارين. وانا كننصحكم البنات حاولوا تختنوا ولادكم بكري راه كترتاحي واحد الراحه ما نقولش لك كترتاحي هو ترتاح مسكين انا تيبقى فيه الوليدات كتلقاه مسكين كيشوف كيقول لك لا 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 وكيدوي لا لا ما ديرش ليا كا ما ديرش ليا كا شوف هنا شلاق اختي صراحه كيبقاو فيه الدراري صراحه. فمن الاحسن تختنوهم بكري والله ما كاين شي مشكل بالعكس راه زوينه كيبراو دغيا. واخا انا الصراحه خدت داكشي شويه الوقت ولكن احسن الدري ماشي قيس والو يعني كتكوني انت كتداوي وداكشي ومرتاحه ماشي بحال الولد كيكون شويه كبير كيبدا يقيس داكشي وهذا اي مره داكشي. فنصيحه لكم ختنوا ولادكم بكري شي غير الشهر الاولاني بداك جوج سيمانات ثلاثه اربعه راه مزيان عرفتي واحد الراجل السيمانه الاولى يلاه ولدو تزاد ديزا غير شي 6 ايام يمشي ختنوه في داك 6 ايام الطبيبه قالت لي ماشي مشكل يعني ما كاينش المشكل. وهنايا البنات غتقولي فين تمشي تختنوا الدراري البنات اللي ما عارفينش مثلا عايشه في المغرب بغا يعرفوا شنو كيفاش كدوز الختانه هنايا كيكون واحد الجزء ديبارتمنت خاصه بلاصه ديال الختانه في واحد المركز كيكون تابع للسبيطار يعني تابع للسبيطار ولكن كتخلصي بالفلوس داك التجزئه اللي خاصه بالختانه كتخلصي الفلوس ما عقلتش بالضبط شحال ولكن غنمشي نقول لكم تقريبا واحد 3500 درهم شي حاجه بحال هكا 4000 درهم مغربيه ما بقيتش عاقله بالضبط ولكن هاد الثمن يتراوح ما بين هاد البين يعني ما بين هكا وهكا. واحد النقطه بغيت نقولها لكم نصيحه البنات خدوها مني راه هنايا ما تعطيوكش الدواء علاش كيكونوا كيقول لك المناعه وخص الدري تزادوا المناعه خاص الدري تزادوا المناعه والدري خصو هادي وخصو هادي ما حاولوش تعطيوش الدواء وما تعطيش هادي وما ديري ليه والو شي الدري تيخرج كيخليوها كيقول لك خليها هكاك ما ديري ليه حتى شي حاجه عرفتي راه قلبي شي فرفر كل حاجه الدري البوط ديالو عرفتي كاع حالته وبحال تقولوا خماس والتحت ديالو عرفتي حتى هو خدا لي تقريبا 10 ايام عاد باش بدا كيبرا. فالبنات كنصحكم ما تصنطوش لداكشي حيت حنا مولفين في المغرب كنديرو هادشي يعني وكيفيكاس بلاص فاش شافوا ارين جا داك بوشويكا قالوا لي اسي شنو منين خديتي ليه شنو داك الضوء اللي الحمر اللي درتي ليه الصراحه براه ليه داكشي الحمد لله تهلا طراس ما بقاش يعني غير شي نقول لكم في ظهره شي حبوبات اللي كانوا بحال تقولوا كبارين بزاف طرطقوا بداك الشيء ديال العرش بوشويكا كتكون حتى تعمر بالماء هذوك اللي عمروا بزاف هما اللي بقى فيهم لاطراس وغيتحيد داكشي راكم شتو كيبقى نتوما شوفوا الدات ديالكم بوشويكا الناس كاع الله يدا لهم تتلقاي فيك بحال واحد العلامه تيكونوا بحال شي تقيبات بحال هكا يعني غيتحيد داكشي مع المده. فالدواء الحمر البنات خذوه 2% ديال البيبي وديال الدراري الصغار اون جينيرال 2% كيكون خاص للدراري الصغار خذوه من ايباي كيتباع. انا كناخذو هذيك الرشاشه راه كتجبتها معايا من المغرب كانت عطاتها ليا صاحبتي. اما اللي باغين داك الدواء الحمر تيجي على قريعات انا دابا نصوروا لكم الا بغيتو تدخلوا عندي الانستغرام نخلي لكم واحد السامبل باش تشوفوا كيفاش كيجي قريعات لاصقين بحال هكا مع بعضياتهم كتقطعيها كتقطعيها بالمقص وكتستعمليها يعني كل تيوب راسها كل تيوب راسها كيجي على حسب انت شحال من سنين انت بغيتي تاخذي كيكون 2% هو اللي ننصحكم به للدراري الصغار البنات 2% للبوط والتحت. واي حاجه كيصلح لكم كتخبي عندك في الدار كتجي بدي تداوي به ولا بغيتي جيبيه معاك من المغرب. انا هادو البنات اللي ما كيقدروش يسافروا اللي مثلا حامله وغتولد خذوه من اي باي راه كيتباع. هذا ما كان البنات تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف نشوفكم بخير وعلى خير بيزو لكم كاملين السلام عليكم.